كيما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد ورياكشن جديد الشباب. كيما كتشوفوا الدراري عندنا هذا الرياكشن على البلان ديال الرعب الدراري. شوف البلان ديال الرعب الدراري بعد ساعات كنعدلو الكوب بعد ساعات ما كنعدلوش واش ما يحمطش الكونسيبت عاود فهمتي، ولكن باقي حنا ديك الريتم ديال كل نهار فيديوهات الدراري. اليوم لي ظروف الدراري شخصيه غندير لكم اجو ديال شوف هادشي لي ظروف شخصيه وتعطلت من ديال الفيديو ودابا الدراري 7:15 باش غندير الفيديو. يعني الا درت 4 ما غندركش الاديت ديال البلانات فهمتوا بلان، غنبقى غنخربق في الاديت باش نحط لكم هادشي انا ما كيعجبنيش فهمتوا بلان. كتعجبني حاجه خصني نكملها كما هي وكما بغيت انا باش كنحط لكم شي كاليتي ولا شي بلان اللي كيكون ناضي. مع العلم كنحط لكم كونتنت 4K جوده التصويره الدراري، يعني باش تعرف هنا ما كيعجبنيش انا نحط اي بلان خصني ولا تكون شي كاليتي ماشي هي هذيك الدراري، فراه خدام على البلان ديال الكاليتي كل نهار كنزيد نطور فيه عليها. الدراري كتشوفوا غير حاجه كتكون ناضيه وكيعجبني نحط شي حاجه اللي غتكون ناضيه عليها. اما الدراري في الاستطاعه ديالي غندير لكم جوج الفيديوز اللي غيكونوا على الرعب، ابار نقدر الدراري ندير فكره الفيديو الثاني يكون على شي حاجه اخرى فهمتوا، لحقاش ما عنديش واحد الوقت اللي بزاف فين نختار. واذا طلع شي تراك ديال الراب الدراري اليوم بالليل فراه غندير له رياكشن. الراب راه فهمتي فيت في هو هذا البلان بحال هكا كيحتاج واحد التفتيش كيحتاج شحال من حاجه. باش ما نتعطل عليكم الدراري شكرا بزاف على السيبور اللي كنشوف مؤخرا، بيك اب نبداو. في بيت جدها الغير مسكون فوق من 6 سنوات، في البداية كل شيء كان طبيعي لكن الأسبوع الثاني زادت الأمور غرابة وبدأت تحس من إنه في شخص موجود معها في البيت. كاين شي واحد كيسكن شي بيت كان ما مسكون شي بيت كان ما مسكونش 6 سنين. الوجيك سمحوا لي بزاف الدراري. ما ثقتش في هاد اللعيبه حتى انا حركت الكاد. البنت لقيت مفتاح موجود خلف الصورة وكانت شاكة من انها مفتاح. قولي طاح المفتاح انا كسحبي شي حاجة اخرى، كسحبي زعما شي واحد شير عليها تخلعات والمفتاح اذا عادي اعتقد القبو. لكن في شخص موجود معها. اوكي شي حاجة كتحرك. في شخص موجود معها في البيت. اسحب لي عينين. كنت سمع صوت ديال التخرشيش ياك. دابا انت عندك هادشي هذا في الدار الكهف تحت الدار وعندك داك الباب ديال الطيراس مفتوح. La clé, elle sent le fer, mais vraiment, elle est toute vieille. La... بعد ما نزلت القبو في آخر الليل، في شيء موجود في القبو. هناك بعض الاشياء بالاضافه الى وجود شخص ما. البنت تقول من ان الباب هذا يفتح على الشارع كما وكأن في شخص عايش من سنين تحت البيت وعارف كل حاجة. Thank you.
ضبطت راسك. بعدين البنت قررت من انها تحط ملح في زوايا البيت وتشغل قرآن. هاش بنت مغربية؟ البنت الفرنسية. والبنت الفرنسية، اسمعوا اسمعوا، قرآن من بنت فرنسية صح؟ وكانت ما هي عارفة ومو متأكدة من الأشياء اللي تصير في البيت. هل هي أولا قرآن خصها تخليه طوبي، ما نقصلوش الصوت، كأنها ترجعت شامسي، ما زيقاش داكشي اللي كتعملوش فراي ولا لا. يا روح موجودة معاها أم أن في شخص يراقبها؟ البنت تعيش أسوأ اللحظات في البيت وأكثرهم رعب. بعدين قررت من أنها ترجع للقبو وتحاول من أنها تبعد السلم، لكن ألا ما تحمقني. C'est par ici qu'ils doivent rentrer. J'ai des squatteurs chez moi. دابا داز حيط تاع شي واحد كتعرفو، شي واحد راجل ولا شي لعيبه ولا شي فقيه ولا شي كارثه عظمى. Moi genre les squatteurs qui rentrent par ici. يا كارت تينا بتجيب الراس. Donc maintenant les squatteurs ils vont plus jamais rentrer. J'espère que c'est fini cette histoire. Ça y est. Ah. في شخص قاعد يراقبها. آه شدك. شدك. Donc je ferme et je récupère la clé. البنت تقول من انها تجيها كوابيس وتحس من ان في شيء أو شخص يراقبها طول الوقت. إلا ما تحمقني. دري ترعت. قسما بالله ترعت. La maison date de 1970. Franchement, c'est grave. J'ai trop envie de rentrer chez moi. Je fais que des cauchemars depuis que je suis ici. Regardez la tête des tableaux. Regardez à quel point ça fait flipper. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'il y avait une empreinte ici. Là, on l'a. ولاحظت بوجود بصمات يد على الشباك. في آخر مقطع لها قالت البنت من إنها بترجع لبيتها. لكن de toute façon tout ça c'est fini. انتهى الامر في سبتمبر، ساعود اخيرا الى المنزل. Je rentre enfin chez moi. Il y a la spatule qui est tombée par terre. اصوات
هرب هرب. آليس إبراهيم. حتى هذه اللحظات البنت اختفت، وكان هذا آخر لها مقطع من شهر 8. برأيك هل هذه الأحداث حقيقة أو لا؟ اكتب لي رأيك. بالنهاية لا تنسون اللايك والاشتراك. أنا أنسب لك الرأي ديالي. اشتراك بالقناة. المشكلة مسقسيكم الدراري، كيفاش بان لكم هذا الشيء؟ الوجيك لحقت الخزانه تفتحت بوحده وتسيب عليها داك الشيء. الوجيك الدراري كاخد دغه ما كانت شي داك الخزانه، نقدروا نقولوا شي حاجه تماك فهمتي، كما كتبانش ابار بصمه ديال اليد ابار شي، ولكن داك الشيء باش يتسيب بوحده الدراري ما عرفش كيف الشيء هذا شكل بالرجوله. كما كتشوفوا الدراري كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو، عجبكم نتمنى تابوناو وديروا جيم خليو داك اللايك كارجو راس الدراري. خليكم دابا يلاه.